السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى، الحمد لله القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. فأفضل العبادة أن تعبد الله تعالى على فقه في الدين. فاللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، أهلا وسهلا بكم إخوة الإسلام والإيمان مع برنامج أسئلة النساء. ده عنوان الحلقة، وده البرنامج اسمه أسئلة النساء أو فقه النساء، لكن هو للأسئلة عامة وللنساء خاصة. ومعنا أسئلة عبر الـ SMS هنجاوب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح نساء الأنصار، قال: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأفضل عبادة لك ولك هي على فقه. وجاء فقيه واحد، جاء في الأثر فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. يعني الشيطان ممكن يوقع 1000 عابد في الخطيئة وما يقدرش يوقع فقيه واحد. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. جاءتنا أسئلة كثيرة على الـ SMS، وبرضو نتلقى أسئلتكم، منها عن الحيض وعن النفاس وعن الاستحاضة وعن تعريف كل منهم ايه هو الحيض وايه النفاس وايه الاستحاضة. تقول لك اعرف الحيض ازاي والدم يبقى لونه ايه والشرع معرفه ازاي ومدته قد ايه واقله قد ايه واكثره قد ايه وبيجي لمين. دي أسئلة عن الحيض بس عايزة لها حلقة لوحدها وحلقات، لكن على قدر المستطاع هنجاوب، هناخد شوية من الأسئلة SM ونجد أسئلة لحضراتكم لها الأولوية. عموما تلخيص الحيض: المرأة يخرج منها 3 دماء، ويخرج من فرج المرأة 3 دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. دم الحيض، من الأسئلة، لونه ايه؟ ليه 4 ألوان: أسود، حمرة، صفرة، كدرة. سريع كده أقول لك ايه: أسود له رائحة نفاذة أو يميل للحمرة أو فيه الحمرة أو الصفرة. إيه الصفرة؟ يعني زي الصديد اللي يعلوه صفار. والقدرة بين البياض والحمار، بالقدرة يعني زي الماء الوسخ. تاني، دم الحيض هو الخارج من المرأة حال الصحة من غير ولادة ولا افتضاض. افتضاض يعني البكارة. دم الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة حال الصحة بلا سبب الولادة ولا افتضاض. يعني جاي على سبيل الصحة، مليش دعوة لا بالولادة ولا الافتضاض، يعني البكارة. ولونه يا اما اسود او احمر او اصفر او قدرة. اسود يعني له رائحة نفاذة، دي جاي في نفس الحديث. او احمر
او اصفر يعني مثل الصديد يعني صفار، قدرة بين البياض والحمار مثل الماء الوسخ العكر، وبرضه ملحوظة الصفرة والقدرة أثناء الحيض حيض وأثناء الطهر طهر. تاني ده عشان مهم جدا، احنا قلنا دم الحيض له أربع أنواع: أسود، أحمر، حمرة. وفصل قليل ثم نعود لحضراتكم. الصحة والجمال لون جديد للحياة. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. الصحة والجمال لون جديد للحياة. قلت لحضراتكم
دم الحيض هو الخارج من المرأة حال الصحة بلا سبب الولادة ولا الاستضاف. ولونه 4: أسود، أحمر، صفر، كدرة. ومعنى الصفرة مثل الصديد يعلو صفار، والكدرة بين الحمار والبياض مثل السموم زي الماء الوسخ أو العكر. وهنا ملحوظة، القسمان الآخران اللي هي الصفرة والكدرة في دم الحيض أيام الحيض يبقى حيض، يعني لو لقيتي صديد يعلو صفار يبقى لسه الحيض. وجدت كدرة يعني بين البياض والحمار يبقى برضو حيض. غير أيام الحيض الصفرة والقدرة لا يعتد بها. المتصل اتفضل. أخ عبد الرحمن أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك انا واقع في مشكله ان زوجتي ما بتسمعش كلام والدتي، يعني او ايه ما بتطرحهاش، يعني فايه حكم الشرع في طاعه الزوجه لام الزوج؟ ما انت اللي يعني هل هو فرض او واجب او ملزم او كده؟ واذا عصب ذلك يبقى ايه؟ ما يستدعيش الكلام يعني. حاضر، شكرا يا شيخ. ما ده انت السؤال ده بعته على الاس ام يا عبد الرحمن. حاضر. بالاخ عبد الرحمن بيقول زوجته لا تطع كلام امه، ايه الحكم؟ هو من المعروف ان ترضي الزوجة زوجها. لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حق الزوج على الزوجة. لكن هي من المعروف ولإرضاء الزوج تكلم والدتك وتحاول ترضيها، لكن لو الكلام مع أمك هينكد وبينغص حياتها وفي مشاكل لا فرض ولا حاجة إن هي تكلم أمك، هتكلمها بس من باب المعروف، من باب المعروف ومن باب المودة ومن باب الرحمة كأمها. وانت لا انت تطيع امك فيما يرضي الله، كذلك تطيع زوجتك فيما يرضي الله، لان يأتي زمن على الناس من علامات الساعة يطيع الرجل زوجته ويغضب امه. انت لا تغضب زوجتك ولا تظلم زوجتك ولا تغضب امك. انت حاول بدك تجيب لها هدية وحاول على قدر ما تستطيع، لكن لو بيعملوا فيها مكايد الى اخره سيبها براحتها، وده مش فرض عليها ولا واجب عليها، ده لا فرض ولا واجب. يعني لو ده احيانا يكون عدم الكلام واجب الا تتكلم، ان كان الكلام معها بينغص حياتكم وبيقلق في حياتكم الى اخره، لكن مش فرض ان تكلم امك، ومش ملزم عليها انها تخدم امك، ومش ملزم عليها انها تروح لخدمة امك. انت ده برضاك، حاول ارضي زوجتك وحاول اصلح بينهما وحاول كده هات لامك هدية بحيث انها ترضى عن زوجتك، وحاول هات هدية لزوجتك بحيث ترضى عنك وعن والدتك. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال انهن عوان عندكم، يعني نساء اسيرات عندكم، فاستوصوا بهن خيرا، لكن مش فرض ولا واجب ان تروح لامك. المتصل اتفضل. يا اهلا يا اختي ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. لو سمحت كنت عايزه اسال سؤال. اتفضل. هو ان دلوقتي كان في بيني وبين جوزي مشاكل وخلتني ان انا اقاطع اهله خالص، وحاليا انا ما بكلمهمش، انا بس بخليهم يشوفوا اولادي وهو جوزي بتواصل معاهم، بس انا عايزه اعرف هل ده حلال او حرام؟ هل هم يعني هم يعتبروا مشكله رحمي، بس كنت برضو محتاجه اعرفه دينيا. حاضر. لا بس هم من ناحيه اصهار برضو، يعني
تعلم اخوال ولادك وجده اولادك وجد اولادك، يعني من الاسرار ازاي ان صله رحم لا اساس في صله رحم. انت ما فيش معنى، بس انت حاول على قدر ما تستطيعين رضاء لزوجك وعلى اجله وعشان اولادك وعشان المعروف وعشان الدين. ده اصلا الحديث لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، الاخ المسلم العادي فوق ثلاث، يعني بالكتير قوي المسلمين او الاثنين مؤمنين يخاصموا بعد ما يفوتش ثلاث ايام، وفي الحديث يرفع عمل ده وعمل ده، اللي ما اتصلحش عمله لا يرفع واللي اتصلح عمله يرفع. وفي حديث الله تعالى يقول للملائكة ذرهما حتى يصطلحا، لا يرفع العمل حتى الاثنين يصطلحا، ده في المسلمين والمؤمنين العاديين. لكن انت في اولاد دي جدته وده جده وده خاله وده خالته او ده عمه او ده عمته، في اسفار باب مش في رحم ازاي فيه. على قد ما تقدري تتقربي الى الله تعالى، والمقاطعة مش كويسة، ما اقل ما فيها بالتلفون برسالة من باب يعني احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، وان هم عملوك للسيء انت اعملي للحسن. حتى هنا في سؤال اخ واحد بيقول انا برسل اخواتي ووريهم المناسبات، وهل انا وهم ما بيجوليش المناسبات ولا بيوصلوني اعمل زيهم؟ لا ما تعملش زيهم، وانت ما تعمليش زي ما هم بيقطعوك. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اسمع الحديث ده وكل واحد يسمع الحديث ده، قال ليس الواصل بالمكافئ، اللي ليه اهل بيقطعوه بتعطيهم ويمنعوه، تحسن اليهم ويسوء اليك، بتروح لهم هم ما بيجوش ليك. شوف بيقول يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل اي للرحم، من اذا قطعته رحمه وصلها. يعني مش معنى الحديث ليس الواصل بالمكافئ يجيلي اجيله، يعطيني اعطيله، يسلم علي يسلم عليه، يوديني اود، لا مش هو ده الواصل للرحم. الواصل الحقيقي لما هو يقطعك او يقطعك في صلة الرحم انت تروح، انت تروح، يمنع انت اعطي، يسيء انت احسن. ده الواصل الحقيقي اللي هو من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اجله فليصل رحمه. يا سلام، اللي عايز منكم ربنا يوسع له رزقه، وانتم عارفين الوقت الرزق بقى ربنا يوسع علينا وعليكم الارزاق. اللهم اتع عنا وعن مصر الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزله لنا، وان كان في الارض فاخرجه لنا، وان كان بعيدا فقربه لنا، وإن كان قليلا فكسره لنا، وإن كان صعبا فيسره لنا. أم يوسف، أهلا بك يا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضلي. أول سؤال، أنا عندي أختي حامت وشتى بينها وبين جوزها جامد قوي قوي، فطبعا قال لها أنت طالق 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 بإسمها، وقبل كده هو كان حصلت بينهم برضه مشاكل، قال لها أنت طالق مرتين برضه. فهل اليمين دوت وقع ان هو طلقه بالثلاثه كده؟ ده السؤال الاول. ده السؤال الاول. يبقى لازم جوزها نسمع منه. النبي قال الطلاق للرجال والعده للنساء، ولكن الطلاق مره واحده، ثلاث مرات في مره واحده هو مره واحده، والمرتين في مره واحده هو مره واحده، بس نسمع منه الاول. هو قول الثاني، السؤال الثاني. السؤال الثاني يا فندم، انا دلوقتي كنت براعي امي وابويا مسنين، وكنت بروح لهم واعمل لهم اكل هنا وبروح اردهم، فقامت خناقه بيني وبين اخويا ساكن في نفس البيت هو، فطبعا رحت انا وجوزي علشان ايه نعرف يعني ان مراته قالت علينا كلام، رحنا علشان ايه نقول لها انت ليه قلت الكلام ده، راح اخويا طردني انا وجوزي من البيت. فطبعا جوزي لما اتطرد من البيت وكده هو قال لي يحرم عليا البيت كله انا ولا انت تخشيه. فأنا دلوقتي أبقى مكسرة من ناحية أمي وأبويا، أنا بطمن عليهم بالتليفون. ما فيش مانع، حاضر حاضر يا أم يوسف. شكرا يا شيخ. ماشي.
بالنسبة للطلاق، من حلف 100 يمين فهو يمين. قال لزوجتي انت طالق 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 بيحسب طلقة، قال لها مرة تاني انت طالق طالق بيحسب مرة واحدة، لكن في علماء بيحسبوا الاتنين اتنين والتلاتة تلاتة، والافضل اللي وقع منه الطلاق نسمع منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق للرجال والعدة للنساء. ممكن يكون طلاق بدعي او يمين معلق لا يقع، في فرق بين الطلاق الشرعي والطلاق البدعي عشان ما نوقعلوش طلقات وخلاص. ام دي بالنسبة للسؤال الاول لام يوسف، والسؤال الثاني لها، طيعي زوجتي لكن هو كون حلف عليكي انك ما تروحيش هناك يبقى محرمة عليه، يعني ايه معناه؟ يعني ده يمين ولا ده طلاق؟ نسمع منه. عموما لو كان طلاق ولا يمين يكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، يعني يصوم 3 ايام او يطعم 10 مساكين لو كان ده يمين. وتروحي، الحديث من حلف على شيء فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وان كان طلاق يبقى طلاق معلق لا يقع، وروحي زوري اهلك وما فيش مانع خالص ان شاء الله تعالى. بالنسبه قلنا صلة الرحم تبارك في الرزق وتطيل في العمر، والله ده لو دواء يباع الناس نشتريه بكل اموالنا. شوف، من اراد ان يبسط له في رزقه، يعني ربنا يوسع رزقه وينسأ له في اجله، يعني يؤخر له في اجله، فليصل رحمه. واحد يقول لك الله، امال ايه يا عم الشيخ بقى الواحد هو بطن امه بيكتب 4، بيجي ينفخ الملك فيه الروح ويأمره ب4 بكتب رزقه واجله وشقي او سعيد. بكتب رزقه واجله، يعني ان وصل رحمه يبقى رزقه كتير واجله كبير، وان لم يصل رحمه يبقى رزقه قليل واجله قليل، يبقى ده مكتوب معلق. يبقى كنا بنقول على دم الحيض والنفاس والاستحاضه، والسؤال هنا في الاسئله لونه ايه؟ ليه 4 انواع من دم الحيض؟ احمر، اسود، احمر، صفرة، كدرة، والصفرة هو كالصديد اللي عليه صفار، والكدرة بين البياض والصفار، والكدرة والصفرة في اثناء الحيض حيض، اما في ايام الطهر ليس بحيض، اللي هي الكدرة والصفرة. يعني وانت في الطهر لقيتي حاجة صفرة يعني كالصديد يعلوه صفار، يبقى ده ليس بحيض في الطهر، او كدرة ليس بحيض، اما في ايام الحيض حيض. معنا امة الله، اهلا بك يا امة الله، تفضلي اتفضلي يا امة الله. في زوجة حدثت بينها وبين اهل زوجها مشاكل عديدة جدا كانت تتسبب في الطلاق لعدة مرات، وذهبت الزوجة الى بيت ابيها وتم الاتفاق بين زوجها وبين بين ابيها على عدم على قطع كل العلاقات بين زوجها وبين اهل زوجها، بينها وبين اهل زوجها، وتم الاتفاق على هذا الكلام، ولم يتم اي حدوث اي علاقات ما بينهم لمدة سنين عديدة، والحمد لله تحسنت العلاقة بين الزوج وبين زوجته، ولكن الزوجة تخاف من المقاطعة وتريد القاء، لانهم اصلا يعني يسكنون بجوارها، فهي تريد ان عندما تراهم ان تلقي عليهم السلام فقط لا غير. فقال لها الزوج يا اما ان تلقي عليهم يا اما ان تحدث بينكم وبين بعض مودة وان تجازي الى هناك مرة اخرى وكذا، يا اما لا تلقي السلام عليهم بالمرة. يعني فهي لا تعرف اتطيع زوجها ولا تلقي السلام ولا ماذا تفعل، وهل في عدم القاء السلام تعتقد انها مقاطعة خطر الجدران؟ يعني ومع العلم بان الذهاب الى هناك يعني يسبب مشاكل عديدة، وهناك في يعني فتح للتلفاز وللمسلسلات والاختلاط وهكذا. شكرا يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبركاته. تطيع زوجها، المرأة إذا أطاعت زوجها وحفظت فرجها وصلت 5 وصامت شهرها دخلت جنة ربها.
اما بالنسبه اذا ذهبت الى اهل زوجها فيه مضار، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لو هتروح ويحصل فساد وافساد كما تقولين، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. يعني خلاص ما تروحش ما دام زوجها، لا ما تروحش ما تروحش. لكن لو هي لو التقوا تسلم على اهل زوجها، الا السلام بيعمل موده ورحمه، افشي السلام بينكم، بيجعل في الفه وفي رحمه. لكن تسمع كلام زوجها، لا ما تروحش خلاص ما تروحش. لكن لو ام اهل جوزها جاوا عندها وسلموا عليها تسلم عليه، هي شافتهم وفي الطلعه ولا في الدخله ولا في المناسبه عادي تسلم عليهم عادي جدا، ده من المعروف. وانت بتقولي ان المروح هناك هيبقى فيه فساد وافساد، احنا قلنا دي قاعده عرفوها، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. يعني ايه؟ انا انت هتروح تصلي في مسجد ده منفعه، لكن لو رحت مثلا في الفجر ممكن تتعرض للفتنه، يبقى عدم المروح احسن وتصلي في البيت، ده اسمه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لو انا اروح هصلي الفجر كزوجه في المسجد، ولكن لو طلعت بالليل هتعرض لفتن، واحيانا بعض النساء راحت المسجد بيبقى ما فيش في حد وتعرضت لفتن، لا ابقى في البيت افضل. دي معناها درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، يعني اصلي في البيت وربنا يكتبلك اجر الجماعه احسن ما ايه ما تروحي للمنفعه ديت، لان المنفعه دي هتجيب لك فساد، يبقى ادرى الفساد. كذلك لو رحت عند اهل زوجك في مفاسد فساد وافساد، وفي ايضا صله رحم، يبقى درء المفاسد يعني ما اروحش مقدم على جلب المنافع، ان اروح اقول لهم سلام عليكم. طيب هنا بنقول بقى بالنسبه للحيض، اللهم صل على وسلم، الحيض ايامه قد ايه؟ ممكن يوم وليله، ممكن ثلاث ايام، ممكن خمسه، سته، سبعه، غالبه سته او سبعه او عشره، اكثر حاجه ليه 15 يوم. والعلماء قالوا لا دليل على اقلته ولا كثرته، لكن هو تقريبا اقل حاجه يوم وليله لغايه 15 يوم. طيب ده بالنسبة للحيض أقل يوم وليلة. طب وأقل سن تحيض فيه المرأة يبدأ من إمتى؟ قال من 9 سنين. لو ده دم للمرأة قبل 9 سنين يبقى ده دم علة ودم فاسد. أقل حاجة دم الحيض يأتي عند البلوغ، وأقل سن للبلوغ قالوا 9 سنين، للعلماء قالوا 9 سنين. ونجه الدم لأنثى قبل 9 سنين يبقى ده دم فاسد اسمه دم علة. ممكن بقى كل واحدة على حسب عادتها. ده بالنسبة لدم الحيض. طيب ده ايه دم النفاس بقى؟ دم النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. أقل لحظة. وأكثر حاجة لأربعون يوما. وفي نساء بتلد وما فيش دم بينزل خالص، يبقى يلزمها غسل الجنابه اللي يوجب الغسل الولاده. الولاده توجب الغسل لان له مني مجمد، الولد مني مجمد. ما فاطمه الزهراء ولدت ولم ينزل دم، وفي بعض النساء بيلدن وفيش دم بينزل. يبقى النفاس الدم الخارج عقب الولاده اقل لحظه واكثر حاجه ليه 40 يوما. يعني لو واحدة ولدت ويمكن يجي لها الحيض يوم ويقطع، خلاص تطهر وتصلي وتصوم عادي. بيجوا يروح ويجوا يروح، ده أكتر حاجة ليه 40 يوم. طيب إيه بقى اللي يترتب على الحيض والنفاس؟ يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في الحيض والنفاس. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي يؤذي الرجل والمرأة، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو الذكر العلماء يقولون لو رجل قال بأن الدماء حلال في الحيض قال لك يكفر، لكن لو واحد جمع زوجته في الحيض ناسيا او جاهلا او يعتقد حرمته ولكن غلبته شهوته يتوب الى الله وخلاص، يتوب الى الله تعالى ويتصدق باي شيء، ان كان موسم يتصدق باي شيء ولا ياتي لزوجته. لكن في ايام الحيض والنفاس الرجل له، دي من ضمن الاسئله، اعمل ايه في ايام الحيض والنفاس؟ ايه المباح لي من زوجتي؟ للرجل ان يتمتع بجميع بدن زوجته عدا الدبر مطلقا والقبل في الحيض والنفاس. تاني واحد بيقول ايه المباح لي من زوجتي في الحيض والنفاس؟ للرجل ان يتمتع بجميع بدن زوجته عدا الدبر، يعني فتحة الشرج، يعني لا يأتي زوجته من الخلف، يعني في الدبر، يعني كده واضح. والقبل يعني من الامام في الحيض والنفاس، تمتع باي حاجة في بدنها. يعني الاسئلة واضحة، وحد يقول اهو ايه المباح ليا من زوجتي في حيضها ونفاسها، وهي بمجرد ما ينقطع الدم طهرت. واحد برضه بيقول هي لازم تغتسل وياتيها ولا اذا انقطع الدم اجمع زوجتي؟ ده سؤال مهم. عندنا قول الله تعالى، يعني هنا السؤال بيقول الزوجة مثلا الدورة عندها 6 ايام، اذا انتهى الدم في اليوم السادس اجامع ولا لازم تغتسل؟ في رأيين في آية واحدة. الآية ويسألك عن المحيط كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ربنا قال ولا تقربهن حتى يطهر، في قراءة عشرية يطهرن بالتشديد بالتضعيف، قراءة الفك يطهر بمجرد ما انقطع الدم يبقى طهرت المرأة زوجها وجامعها عادي وبعدين تغتسل. حتى يطهرن مبالغة، قال لك لا لازم تغتسل، يبقى فيها الاثنين اهو. المسألة خلافية وجايباهم الآية، الآية فيها قراءتين اثنين، قراءة حفص ومن معه حتى يطهر، وقراءة شعبة، رواية شعبة أخو رواية حفص، والآخرون حتى يطهر. قراءة يطهر بالفك بمجرد ما ينقطع الحيض زوجها له أن يجامعها ومش لازم تغتسل. والقراءة الثانية لابد من الاغتسال ليه؟ حتى يطهر. المتصل يتفضل. مولانا يتفضل. الو ايوه سامعك اتفضل. صحت ولا انا على اختي اخويا اقصد دكتور ما تخلفش، فهل يجوز لها ان انا اتزوج عليها؟ يعني مع ان هم كاتبين في العقد الزواج ان هو ما يتجوزش عليها، يعني اختك ولا اخوك؟ انت قلت اخته ورحت قلت اخويا. اخوك متزوج، قال له كام سنه متزوج؟ 5 سنين وما فيش انجاز. التحاليل والكشوفات الزوجه عندها عزاب، يعني الطب قال العلم عند الزوجه
والله يقول لها بقى هو لو ان عايز يتجوز يتجوز، عايز يقعد يقعد براحته. بس ما دام وفي كتير قوي بيبقى متزوجين ما بينجبوش، ولما بيفترق ده ودي بيتجوز دي بتتجوز، ده بينجب ودي بتنجب. هو الزواج ما فيش في حاجه، عايز يتجوز يتجوز، ربنا اباح الزواج، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. فالزواج التعادل ما فيش في حاجه. وعند وقت حتى بيقول لك كان في حوالي 10 مليون عانس فوق سن ال 30، كم مليون عانس من ال 30 لل 25، وكم مليون عانس من 25 ل 20. ما دام الزوجه عندها عيب في الانجاب ادولهم 5 سنين ما فيش خلفه، لو ان ياخذ بالاسباب ويقول لزوجته ويتجوز ما فيش مانع ان شاء الله تعالى. يبقى كنا بنشرح في تكلمنا على الحيض والنفاس، وقلنا للزوج لا ينبغي له ان ياتي زوجته في حيض